احنا للأسف هنأجل الخطوة بتاعة الكونتاكت فورم دلوقتي، وهنشوف ازاي ممكن نعمل ايديت للبيجز بتاعتنا. هنشوف دلوقتي ازاي ممكن نعمل ايديت للبيجز بتاعتنا عشان تبقى بالشكل اللي انت شايفه ده، وهناخد السامبل بيج من هنا وهنحطها هنا على اساس تبقى هي المنتجات زي ما انت شايف، هي دي السامبل بيج. تعالى نروح للورد بيس اللي احنا شغالين عليه، هي دي حالة او هو ده حالة الويب سايت بتاعنا دلوقتي. لو رجعنا الادمن بيج او الداشبورد، اول حاجة عايز ادخل عليها المينيوز، فهخش على appearance هلاقي هنا عندي ونزلت لي المينيو اللي انا شغال عليها دلوقتي اسمها مينيو 1، وزي ما انت شايف هي دي البيجز اللي عندي بنفس الترتيب اللي انا كنت شايفه بيها. ممكن اعمل دراج اند دروب لسامبل بيج من هنا، وعايز اخليها في نفس المستوى بتاع بقية المنيو ايتمز، وهفتح من هنا كده السهم ده، وعايز اخلي النافيجيشن ليبل بتاعها او الاسم اللي باين للمستخدم يبقى هو البرودكتس. زي ما انت شايف هناك انا كنت مسميها منتجات، ولكن خلينا نعملها برودكتس طالما كل المنيو عندنا بالانجليزي. ممكن اقفل دلوقتي الكلام ده وهقول كرييت منيو. لو جيت بصيت على الويب سايت بتاعي هلاقي مفيش حاجة اتغيرت، كله زي ما خد بالك، لان احنا عملنا المنيو بتاعتنا ولكن احنا مسمينها منيو وانا اهي، ولكن ما حطيناش المنيو دي جوه الويب سايت. احنا دلوقتي في الورد بيس لما بنعمل حاجه وبنسيفها ككومبوننت، لازم اقول للورد بيس يحط الكومبوننت ده فين في الويب سايت بتاعي. انا بعد ما عملت الايديت في المنيو 1 ودوست سيف منيو، اجي على ايه بقى؟ على مانج لوكيشنز. مانج لوكيشن ده بيقول لي انت عايز تحط المنيو اللي انت عملتها فين. خد بالك ان انا ما عنديش الا منيو واحده جوه الويب سايت، هي البرايمري منيو بتاعتي، وما فيهاش حاجه دلوقتي الا الديفولت اللي انا شغال عليه. عشان كده لما انا عدلت في منيو 1 او لما انا عملت كرييت لمنيو 1 ما بانتش، فهاجي هنا اقول له حط لي منيو 1 في المين لوكيشن او في البرايمري منيو، واقول سيف تشينجز. في اللحظه دي انا لو بصيت على الويب سايت بتاعي هلاقي برودكتس نزلت لي، وبرودكتس اللي احنا قايلين ان هي ايه، هي كانت السامبل بيج بتاعتنا. الخطوه اللي بعد كده اتفقنا ان احنا عايزين نعمل ريموف للكومنتس دي، مش عايز يبقى فيه كومنتس تحت البيزك بيجز بتاعتي دي. فهاجي على الداشبورد ودخلت على بيجز اول بيجز، لو بصيت كده وعملت كويك اديت هلاقي ان انا عندي هنا تشيك بوكس بيقول لي allow comments لو شلته واعمل ابديت، بس هنا هضطر ان انا اعمل الكلام ده في كل صفحه انا عاملها.